في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطوالي من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة المركبات والسيارات وتفكيكها وبيعها على شكل قطاع غيار. العملية جاءت على إثر تلقي بلاغ مفاده تعرض أحد المؤسسات إلى عملية سرقة شاحنة نوع شيري. هذه الشاحنة كانت مزودة بجهاز جي بي اس. فور تلقي عناصر الفرقة البلاغ باشر عناصرها التحقيق في القضية ليتم تحديد موقع الشاحنة التي تم نقلها إلى ولاية مجاورة قصد تفكيكها عن طريق الاستعانة بميكانيكي. بعد تحديد الموقع تم القبض على المشتبه فيه الأول، المعني كان محل أوامر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير. التحقيق مع المعني وعمليات التفتيش أفضت إلى توقيف باقي أفراد الشبكة المقدر عددهم بثلاث أشخاص مع استرجاع مركبة سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.